The main reason that make us come here is because the vox of the Houthis. المترجم الذي صار مقاتلا اسمه محمد. في قمة جبل طريف في محافظة مأرب يقف الشاب محمد البحري من محافظة ذمار بعد أن شكلت عملية الانقلاب التي قادتها ميليشيا الحوثي والمخلوع استنفارا وطنيا كبيرا دفع بآلاف الشباب للانخراط في جبهات القتال. ومنذ فترة مبكرة انضوى محمد ضمن صفوف المقاتلين، فلا سبيل له بعد تعرضه للمضايقات في العاصمة صنعاء إلا الالتحاق بأقرب جبهات المقاومة. لكن ليست هذه زاوية القصة فقط، حكاية محمد ربما مختلفة. فالشاب الذي كان يعمل مترجما لدى إحدى السفارات الأجنبية في صنعاء وينعم بحياة هادئة يحمل شهادة الماجستير في الترجمة لم يكن يفكر يوما بأنه سيصبح مقاتلا أو أنه سيحمل السلاح. سلام، ماجستير ترجمة جامعة صنعاء. التحقت في الجبهة منذ ما يقارب العام النصف. وكغيره من الشباب وجد محمد نفسه في الصفوف الأولى وخاض أكثر من معركة في سبيل استعادة الشعب حقه في الحياة بكرامة.